تأثيره على قطاع الصحة بس. اتكلمت على القطاع اللي هي مسؤولة عنه، قالت احنا هنصرف يعني 54 مليار دفع على مدى عمره، لكن قالت ان احنا هنبقى محتاجين بس اول ما الاثنين دول من تولد حوالي 13 مليار جنيه ده في السنه. طب لو انا سالت الدكتور طارق عن وزير التربيه والتعليم هيقول انا عايز 60,000 فصل، هيقول انا عايز 60,000 فصل، وال 60,000 فصل طبعا عايز المعلمين والاداريين اللي هيشغلوه. انا بقول كده ليه؟ لان يعني استوقفتني جدا الكلمه بتاعه حقوق الانسان، وان المسار السياسي اللي موجود مش هو ده فقط الحقوق. ايوه من حق الناس انها تعبر عن رايها، من حق الناس انها تعترض وتبقى في معارضه صحيح، لكن كل ده الهدف منه في الاخر ان هو سواء كان التعبير عن الراي او المعارضه السياسيه، المعارضه الهدف منها هو تحسين احوال الناس، تحسين احوال الناس وتحسين حياتهم. هو بيبقى الهدف كده، مش المعارضه للمعارضه ومش التعبير عن الراي عشان الناس تتكلم، لا هي بتتكلم عشان تقول لك خلي بالكم بصوا هنا في عندنا مشكله، بصوا هنا لو سمحتوا اللي انتوا ماشيين فيه ده غلط، واحنا ده امر بنقبله، بنقبله من اي حد بس بشرط يبقى فاهم هو بيقول ايه. الكلمه دي انا بتوقف قدامها منها كتير. ليه؟ لان لو الدولة في مصر، الدولة المصرية جادة جدا في مواجهة تحدياتها، وأمينة جدا في مواجهة تحدياتها، ومخلصة جدا في مواجهة تحدياتها، هيخفف العبء كبير قوي على الرأي وعلى المعارضة. ما بقولش مفيش، لا أقول ما شئت، بس من فضلك وأنت بتتكلم شوف شوف واسمعوا. لما جيت عرض عليا موضوع إن الأطفال لو ما اتكشفش عليهم مبكر يبقى مواجهة موضوع القوقعة، آسف الإشكالية اللي نجمة عن عدم الكشف المبكر، لو يجي يعمل له قوقعة